ايوه عادل، اهلا وسهلا فيك عندي بالبيت يا عادل. بس 100 مره صرت لك لما بتجي لهون، اللي قبل برك بيكن هون، كنت عملت لي مشكل يا عادل. كابي بدي افهم ليه بدي اعمل لك مشكل؟ واذا بيك شايفني عندك يعني ما مفهوم. لك بفكر انه مضلنا نحكي بالحريم وهالقصص برعم عم تلهيني عن كثير اشي يا عادل. هلا اذا اجى فجأة ما تتلبكش، بنقول له عم نلعب مونوبولي، اوكي؟ بس انا احنا ما بنلعب مونوبولي جابي. طب شو بدك هلا على المظبوط يا عادل؟ شو بدك على المظبوط؟ قل لي. قبل ما يجي بيك خلصني هلا. شو فاتك؟ بدي هيدا شوي منه، هذا حنجور الحب اللي انت خبرتني عنه مرة. حنجور الحب؟ ايه. شو بدك منه هيدا يا عادل؟ شو بدك ايه؟ لك يا خيي هيدي سارة ايه ما عم تقبل بقى تضار معي وكذا. ايه وانا كتير انه بتعرف يعني بدي شدها. بدك تدهن منه بدي دهن منه. انت قلت لي بتدهن منه بتشد كل النسوان. ايه مزبوط. بس هيدا يا عادل هلا مقطوع منه. بدك ليش ما بتعمل لها قصيدة شعر يا عادل؟ انا مرة عملت قصيدة لجيسي. معقول اعمل قصيدة شعر يا جابي؟ راحت لها من ايده ولا من اجره يا عادل؟ بدك اعمل لها واحد لسارة؟ نعم بدك ياني انا بعمل لها واحد. شو واحد؟ بيت شو شعر يعني؟ بعمل لها بيت؟ ما بينفع البيت الشعر. هيدا قصته الحنجور انا كان عندي منه بس انقطعت. وصيت واحد راح على افغانستان. ايه؟ وقعت طيارته بتورا بورا المحطة. ايه؟ هيدا ما في منه الا في افغانستان. اعطيته $50 ليجيب لي فيه حنجورين. ايه؟ اتفحمت $50 يا عادل، ما بين منه شيء ابدا. جيت انا بدي طالب مرته بالعزة بس ما قالش عين. بعدين الا بدي $50. هلا ما عنديش منه بس بدك تاخد واحد عايدي. كيف؟ بعمل لك واحد عايدي. انا عامل واحد عايدي يا عادل، هيدا الحنجور الحب. ايه؟ عمو زين، تعرفوا العمو زين؟ هو علمه لبي كيف بيعملوه. عمو زين هو بي هيك. مين عمو زين؟ عمو زين القتيل، هذا بيقفز بيطلع بالباراباند بينزل. عرفت هذا بيمثل؟ ايه عرفته. بيعمل اعشاء. ايه. هلا علمني طريقه انا عملتها عايدي. بتعقد يا عادل انت عندك طيب ال لك عاملها وخالص يا عادل بس مش مجربه. هلا بندهن منه شوي بنشوف اذا بعدها. هذا شو في بقلبه طيب؟ هيدا في كثير انجريدينتس. هلا خليك رح اجيب انا هيدي. جيب. ما تعمل شيء، ما تدقرش لي بغيب يا عادل. ما رح اقدر. هلا بيجي بي فجأة. تبو مو مرة اللي تصلحه شو هلا فلهم لو تحت الدوش لوليتا الأجساد ملتهبة. شو عم تعمل يا عادل؟ عادل فراش من ريش. عادل شو عملت يا عادل؟ شو عملت؟ قلت لك ما تدقر شيء، دقرت الاشي اللي مش لازم تدقره المرة يا عادل. عملت لي مشكل يا عادل. ليه؟ لك هودي افلام بورنو اباحيات لبي. هودي مش لالي. هودي لا. طب محطوطين هونيك جابي؟ لك بعرف بس هو مرتبهم بطريقه معينه. اذا هلا كانوا مكفشلين بفكرني انا اللي عم بحضرهم. هلا واذا حضرتهم شو بصير؟ ما بيع حاططهم هونيك. ايه بتعمل لي مشكل يا عادل. لك هيدي كان تحت الدوش، كان فوق فراش من ريش، تحت حب فوق الثلج. لا كان في لوليتا هيك كانوا خاص. كان في تابو اول شيء. واحد اول شيء تابو طب ممرضة الحب وين كان؟ بالاول ولا بالاخر يا عادل؟ بعتقد بالثاني. خلص هلا بقول له ضربت فيهم بالغلط كفشلتهم. معقول بيك بحط افلام بورنو هون؟ خي شو بدك بهالشغله هلا؟ ليك هيدا حنجور الحب. هذا حنجور الحب. هيدا هو هيدا مؤلف من زنجبيل اخضر. ايه. وهيدا في كمان عقده صفراء ما بتنحل. وفي كمان هيدا اذا بدك بهار اسود وبهار ابيض، يعني انجريدينز كتير قويه. بعدين في عندك شيء اسمه محلب، فينا نقولها على الهوا هيدي عادل. شو محلب؟ لا هي بيستعملوه لمحلب هيدي. انت قلتها وخلصت. مش مشكل. هلا انت هيدا مكتوب عليه دهن مارس، يعني دغري. هيدا دغري يعني بعد 4-5 ثواني بدك. مش دغري من هلا تحطه. هلا انا بس بدي اجرب اذا ماشي حال ولا دهن ومارس. ادهن 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 خضه خضه ادهن ومارس دغري. ليك ما لا ريحه بتعمل لك هيدي. هيدي زنجبيل على حبق. أيوه. بس هيدي بعد تطلع اقوى هلا بعد شوي. هلا ما حطيتش كثير يا عادل. هيدي بدك تحطه دغري على اجي طاندونيز. هي طاندونيز هي صاحبته لبي يا عادل. اهلا اهلا. انا طاندونيز. كيفك طاندونيز؟ ايه صاحبته لبي. تعرف يعني بعرفها جابي. ايه ايه طاندونيز. مين حاطط هيدي؟ مين حاطة الريحة هاي؟ برفان أو شيء؟ لا هيدا هو حاطط، يمكن حاطة أفتر شيف أو أفتر دوت ولا فرجين. فرجين عادي؟ بلا هو بلا. لا لا مش ريحته هيدا. مش ريحته هيدا. بلكي ريحة هيدا. هيدي لا هيدي ريحة جابي. ايه طاندونيز شو حلوة ريحتك يا جابي. بتعقد ريحتك يا طاندونيز. جابي شفت شو عملت لي يا عادل؟ جابي معه
هلا بده يجي بي بين لحظه ولحظه. دور فك اذا فيك هلا على هالريحه. جابي اي طندونيز جابي. طب اذا لزعت عليك طندونيز شو بصير يعني؟ بيجي بي بشوفنا وبتعمل لي مشكل يا عادل.